في العديد من الفترات كان بورتو يقدم أداء مذهلا. ناينغولان ناينغولان قوية جميلة من ناينغولان، وابتدى المشوار. واحدة قوية بالقدم اليمنى ناينغولان، لكن الحارس يبعدها 6 أمتار. كان متقدما عن مرماه، لكن قبضة من حديد تحمي مرماه. بورتو تحت التهديد، روما يبدأ من جديد. روما يحاول أن يسجل في وقت مبكر. أين هو سباليتي من فترة طويلة؟ سباليتي في الفترة السابقة كان قدم أداء رائع مع روما، ترك الفريق وعودته في المرة الثانية عاد لنا روما بشكل جميل. هذه كرة تنفذ القائم الأول خطيرة، لكنها تمر من الجميع وبعد ذلك إلى ركنية. هذه كرة ثابتة لبورتو اللي بدأ يقنعنا على مستوى الهجوم. أوتافيو يلعبها طويلة داخل منطقة الجزاء، فعلى بورتو. أجمل بداية من التنين، هدف لبساطة بورتو، يفعلونها في وقت مبكر. 7 دقائق لاعب بورتو يسجل هدف أول. لا يريد أن يكون مجرد ضيف في هذه المباراة، يريد اقتحام دور الأبطال. شوفه بالراس في منتهى الروعة، اللقطة الأخيرة والهدف لمصلحة بورتو. سوف التغطية الدفاعية لروما، فيليب اللي صعد يضع الكرة برأس المدافع في شباك روما ويجعل المباراة مثيرة من دقائقها الأولى. هدف بمثابة الشرارة الأولى لإشعال هذه المباراة الكبيرة. بورتو يقدم أفضل بداية ويسجل هدف يساعد كثيرا في هذه المباراة. روما أصبح مطالب بإدراك التعادل والحذر الكبير من قبول أي أهداف أخرى، لأنها من شأنها أن تؤثر عليه في مسيرة. دييغو بيروتي يبحث عن حل، كرة طويلة باتجاه دينجيكو داخل منطقة الجزاء، خطيرة المهندس صلاح وحارس المرمى شالها في اللحظة الأخيرة. جميلة من جانب جيكو، محاولة لمحمد صلاح، لكن هيكر كازياس يتدخل يتألق في بعض كرة في منتهى الخطورة. محمد صلاح كان قريبا جدا 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 من إنقاذ روما ومن إدراك التعادل لروما، لكن أيضا ردة فعل في منتهى الروعة لهيكر كازياس. طبعا كازياس أراد أن يؤكد للجميع أنه لا يزال يتمتع بإمكانياته وخبرته ومستواه العالي. خطأ احتسب حكم مباراة أندري، لقطة في منتهى الخطورة، تمريرة ذكية جدا، تمريرة تالي مصاعد روما. البديل إيمرسون اللمسة الأولى، إيمرسون يحاول، إيمرسون تسديدة قوية لكنها تمر أمام جيكو، مرت أمام إيدين جيكو وفي الأخير إلى ضربة مرمى. جيكو كان يطالب التمرير في وقت مبكر. أحد لاعبي بورتو كان على الأرض في اللقطة الماضية، جماهير روما تطالب بالنهوض ولعب كرة القدم بدلا من التحايل. وبعد ذلك المباراة تأخذ مرحى آخر، حذاري من مزيد من الإنذارات. حكم المباراة يوقف اللعب الآن. سيزمون ماركينياك يوقف اللعب بسبب دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول. ناينغولان يحاول، ناينغولان يبحث عن كرة عرضية، جيكو في الارتداد بالراس، عدت من يدين جيكو. على غير عاداتك يا يدين، هذه كراتك يا جيكو. جميلة الكرة العرضية من جانب ناينغولان، وينها الراس القادرة على تسجيل هدف لروما، عدت من روما وعدت من جيكو وابعدها الدفاع. بعد ذلك لمسة مسحت الكرة، بدا وكأنها مسحت راس فيليبي، المسحة التي منعت جيكو من التسجيل. بعد ذلك في وسط الملعب الحكم احتسب خطأ لمصلحة بورتو، ينفذ سريعا لأوتافيو. أوتافيو تمريرة بالخطأ من جانب مانولاس، خاطئة من مانولاس، تمريرة خطيرة لمصلحة بورتو داخل منطقة الجزاء وعدت من هنا، مرت خطيرة جدا لمصلحة بورتو. روما يقدم الهدايا اليوم لخصمه، يقدم الهدايا لخصمه. أولا
هذه ضعها بين قوسين وأسف على قولها حماقة دروسي. ثانيا بعض التمريرات الخاطئة في وسط الملعب، وهنا تمريرة من مالولاس كادت أن تقضي على أمل روما في العودة، لأنه كان في هدف ثاني قريب جدا من بورتو. لمسة في وسط الملعب، عودة مرة أخرى، المرتدة سريعة خطيرة لكورونا، مر كورونا عدى عرضية لكن الدفاع، عودة مرة أخرى أندريا سيلفا للوراء، وكرة ضاعت من بورتو، ضاعت من بورتو، خطيرة من جانب أوتافيو، لمسة بعد ذلك مرتدة دييغو بيروتي، هل من تلبية لنداء الجماهير؟ جيكو في مكان خطير مع صلاح، يصل كرة تركها بعد ذلك، تركها من أجل أن يستفيد من ركنية، ركنية من أجل أن تعيد روما. هذه الكرة الآن متاحة، سيرجيو اللاعب القادم، تغيير في قائمة نونو، سيرجيو أوليفيرا المدافع. هذه كرة الآن لمصلحة روما، ركنية تنفذ نحو القاعد الثاني، خطيرة بالرأس لكنها سهلة بعد ذلك لكازياس، يريدها مرتدة سريعة إيكر بن علي، عاد للوراء من جانب برونو بيريز، عدى بيريز عرضية خطيرة، والدفاع خلصها في اللحظة الأخيرة يا بيروتي. ثواني بسيطة تأخرت بالأجزاء من الثانية، تأخرت، كنت قريب من اللقطة. شوف الدفاع، الله على التغطية، أجمل تغطية وأجمل دفاع وأجمل إبعاد في اللقطة، الكرة الأخيرة على مرمى بورتو، ركنية تنفذ، روما يحاول مزيد من الضغط، حط على مانولاس أو ماذا؟ مانولاس ارتقاء، ارتقاء في اللقطة الماضية، كرة عرضية في منتهى الروعة من جانب بيريز، لكن تغطية ممتازة من مدافع بورتو. هنا عدى مر خطيرة وكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن السروت بانواب، مانولاس راسية، ثم تشيزني، ثم تشيزني، ساعة من اللعب في هذه المباراة، لا زالت النتيجة هدف مقابل لا شيء لمصلحة بورتو. كثيرة الأخطاء من جانب روما، وتشيزني يستعيد الكرة مرة أخرى، يستعيد الكرة، أخطأ في التمرير تشيزني، يلعب الكرة سريعة لسروتمان، إيتوربي يأخذ دورة في الهجوم، جيكو اللي كان بطيء في كثير من المواقف، الدعم أكثر على مستوى الهجوم في دخول إيتوربي. ضربة ثانية صعبة على روما بعد ذلك بفقدان لاعب آخر، هذه كرة خطيرة وتسديدة لكنها عند تشيزني، خطيرة من جانب سيرجيو ليملك قدم قوية، ربما التعليمات من جانب نونو أن يسدد أيضا من خارج المنطقة. مانولاس، يا لها من ليلة صعبة جدا بورتو، هذه مرتدة خطيرة وانطلاق على جهة اليمين، لايون، عبد لايون، خلصها بورتو، المرتدة تذبح روما، تذبح روما، وبورتو قريب من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، النقص العددي واضح، الشوارع مفتوحة، الطريق إلى روما مفتوح، إلى مرمى روما مفتوح، شوفها مرة ميغيل، وهدف ثاني لمصلحة بورتو، هدف ثاني لمصلحة بورتو، الشيء اللي نتوقع كنا ننتظره بصراحة في ظل النقص العددي على روما والاندفاع الهجومي لروما وترك المرتدات المساحات، متوقع أنه بورتو يفعلها ويسجل هدف ثاني. هذا ما حدث الآن ميغيل، هذا ما حدث الآن، التنين يفعلونها، يفعلها بورتو، يسجل هدفا ثانيا، يحصل على نتيجة رائعة في ملعب روما، وقريب جدا من التأهل إلى دور الأبطال، تأهل لم يأتي بعد، لكنهم قريبين جدا جدا من الانهيار يا روما بعد ذلك. كورونا محاولة أمام البطيء، مانولاس عدى، كورونا مر، والثالث لبورتو، يا سلام يا بورتو، أحلى كورة، أحلى مهارة، أحلى لمسات، أحلى إبداعات،
بورتو في قلب روما ينتزع البطاقة، يتأهل إلى دوري الأبطال. شوف مرنا عدى من مانولاس البطيء، بطيء مانولاس بطيء، وبعد ذلك كورونا خدها رايح جاي وفي الشباك، وثلاثية لبورتو تقول باي باي لروما. فكر هذا الموسم يا سباليتي من الآن في الدوري ولا شيء غير ذلك، تركيز الأكبر بطبيعة الحال، لأنه حتى اليوروبا ليج ربما طموحات كانت كبيرة لروما أن ينافس أن يذهب إلى دور الأبطال، ولكنها ليست ليلة روما، وهذا ما خلف لاعبوه اللي أذوا روما وأذوا جماهيرهم طبعا بتصرف